في إطار اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان وتنفيذا لخطة وزارة الأوقاف لافتتاح عدد من المساجد الجديدة بنطاق الجمهورية، افتتح وزير الأوقاف محمد مختار جمعة ومحافظ البحر الأحمر عمرو حنفي مسجد الأحياء، وذلك بعد إحلاله وتجديده، وذلك بتكلفة بلغت 1,760,000 جنيه على مساحة 240 مترا بمدينة الغردقة. خلال الافتتاح أوضح وزير الأوقاف أنه تم افتتاح 130 مسجدا خلال الأسبوع الماضي، ومن المقرر افتتاح 74 مسجدا آخر يوم الجمعة المقبل في عدد من المحافظات. افتتاح هذين المسجدين اليوم اللي يأتي في إطار افتتاح 71 مسجد، كل المساجد من تنفيذ الوزارة سواء من موازنتها أم من المواد الذاتية، إحلالا وتجديدا يعني بناء وفرشا من الألف إلى الياء. ال 71 مسجد دول من تنفيذ الوزارة. الجمعة الماضية افتتحنا 130 مسجد، الجمعة القادمة في 76 مسجد. حتى يعني يمكن قلنا مصر طعم بيوت الله داخل وخارج مصر. أمس نشرنا على موقع الوزارة استلام اللجنة الهندسية لمسجد والمجمع الإسلامي، تم تطويره بمعرفة شركة المقاولين العرب بتكلفة 10,400,000، والصورة موجودة على موقع الوزارة مفخرة في تنزانيا للمركز الإسلامي المصري في دار السلام. جملة الافتتاحات اللي هي في سبتمبر وأكتوبر كنا أعلننا 314 مسجد، لكن بدأ يجينا ربما نتجاوز 350 مسجد في شهرين، وده رقم غير مسبوق. ده الأهم من ده بقى مش فقط المسجد من حيث المبنى فقط، وإنما من حيث تأهيل الأئمة وتدريبهم.